يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. مساء الفل والهنا، ازاي حضراتكم؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ الحمد لله زي الفل. اولا خطوه عزيزه منورنا، وشايف مشاريع جامده جدا في البيت ومكسره الدنيا. ايه الحكايه؟ تشرف بحضرتك مدام حنان. اهلا وسهلا بحضرتك. تشرف بحضرتك مدام هند. اهلا وسهلا بيك. نبدا بقى مدام حنان. أيوة. ايه الحكايه؟ الحكايه ان انا عماله اتزق من زمان قوي ما شاء الله. ده حلو. وكله عمال يتحايل عليا عشان اعمل الاكل، لان انا الحمد لله نفسي طول عمره حلو قوي ما شاء الله، وبعمل عزومات لاهل جوزي والاهلي ما شاء الله. فحضرتك متخصصه في حلويات؟ لا مش حلويات، انا أوكي. اكل شرقي اكل شرقي. تمام، حلو قوي، اصيل، كلام جميل، حلو. وبعدين جت 2018 بدات اشتغل، واصحابي اللي زقوني بقى قال لك يلا بقى اعملي مشروع. حضرتك عامله مشروع تجاري؟ مظبوط كده؟ بالظبط. انا النهارده انا عندي كذا نوع من المشاريع. حضرتك مشروع تجاري، حضرتك وصفات فقط لا غير، عندي كمان شويه ان شاء الله هيقابلنا كمان اثنين من اخواتنا، هيكون برضو في حد تاني يكون مش تجاري، وفي حد كمان عنده وصفات صحيه ومش عارف ايه، في حاجات مختلفه عن المعجن وحاجات تانيه معجنات. فالمقصود عايز افهم بقى الحكايه ماشيه ازاي. فهميني عشان انا ليه عايز افهم. والله هو في الاول وفي الاخر ده ربنا هو اللي اراد كده ونعم بالله، بس الاجتهاد مطلوب اكيد. حلو. ما كنتش استمريت 6 سنين. حلو. انا هقف عند الجزئيه دي حالا، هاني هتعرف على هند هاني، وهنبدا نطبخ عشان ما نضيعش الوقت، واحنا بنطبخ ندردش. اوكي. وهدفي من الدردشه نكتسب من حضراتكم خبره، بقى لكم فتره طويله جدا في البيت بتعملوا مشاريع او وصفات او ايا كان. لاخواتنا اللي بيتفرجوا علينا، في ناس منهم كتير جدا حابين يخشوا التجربه دي، في ناس عندها خبره، في ناس ما عندهاش خبره، في ناس تخش اتجاه وبقى عنده اتجاه تاني، فعايزين نكتسب النهارده يعني من حضراتكم الخبره دي ان شاء الله. تمام. هتعملنا اكل ايه النهارده بقى؟ انا هعمل حاجه انا مشهوره بيها جدا واتسمت على اسمي، مطبخ جلاش نونه. جلاش. وحضرتك؟ هنعمل دبابيس بالصوص الاحمر. تمام. اتفضلي حنان هاني، اتفضلي، وهدردش مع هند وانت تتفضلي برضه. اخبارك ايه؟ تمام. منورانا خطوه عزيزه. ايه الحكايه؟ فهمينا. بص انا بحب انا عايز اشتغل عشان مش عايز اعطلكم، بس اشتغل يعني واتكلم؟ اه طبعا، ده اتمنى هذا. تمام. اتفضلي، معاك، سامعك يا هند هاني. انا بحب المطبخ جدا و هوايتي. هوايتك الطبخ؟ اه. تمام. كنت اشتغلت بشتغل على نفسي كتير، كنت بعمل الوصفه اكتر من كذا مره لحد ما اوصل للنتيجه بس بتاعه بره. بس ايه؟ النتيجه النهائيه. اه تمام. وكنت بحب اعمل وصفات شرقيه وغربيه، حلويات شرقيه وغربيه، وبحب اعمل مخبوزات كتير، كل انواع المخبوزات. تمام. وحلو وحوادق. تمام. وكل انواع. بدات من امتى المشروع؟ يعني القناه بتاعتي من 4 سنين. افندم؟ 4 سنين. 4 سنين. لكن انا شغاله بقالي 10 سنين مع نفسي. طيب انا عايز افهم الشغل حاجه غير القناه، ولا الاثنين مرتبطين ببعض؟ لا، هو انا كنت يعني بشتغل مع نفسي. مع نفسك؟ اه مع نفسي. تجربي وتعملي؟ اه اجرب مره واثنين وثلاثه لحد 10. تمام. يعني عشان اوصل للنتيجه النهائيه. في برافو عليك، فدي معلومه كويسه جدا. لا ما كنتش بايس. نعمل صفحه او نعمل حاجه لازم نشتغل على نفسنا الاول. فنقعد نقدم الطبق مره و10 لحد ما نوصل لنتيجه معينه نزيعه للناس تستفيد منه. تمام. حلو الكلام ده. ده بالنسبه للوصفه اللي عليك. انا شايف صفحتك اسمها حلو وحادي مع ام روضه. الصفحه فين يا بنات عشان نشوف صفحات حضراتكم ونقدر نتكلم عنها برضه؟ طيب هرجع تاني، عايز اشتغل مش عايز اخطرك والله. تمام. هرجع تاني لحنان. اتفضل. جلاش، حضرتك كتبنا جلاش النهارده، عندك صفحه بقى لها 6 سنين. عندك ابن في الجامعه. ايوه. ربنا يحميه لك. يا رب. اخباره ايه الاول؟ 4 بيزنس. تشرف باسمه ايه؟ احمد. احمد، ربنا يحميه لك يا رب. احمد اخباره ايه؟ الحمد لله. خش المطبخ زي حضرتك؟ هو ذواق جدا. ذواق جدا جدا جدا.